السلام عليكم. هذا فيديو شرح ملخص للبرنامج. الفيديو شرحناه، حكينا عن انواع الفاميلي اللي اخذناها بالمستوى الاول، شو كانت الانواع، وذكرنا امثله عن فيديو عن الفاميليز موجوده بقلب مجلد الفاميليز خاص بالفاميليز بالتمبلت، وحكينا عنه مثلا انه شفنا امثلتهم في للباب في للنافذة وهيك، وكمان عملنا تذكره بالموديل ان بليس واخذنا مثال. عملنا مثال مثلا هون انه إذا وقفناهم نحن واقفين بمسقط، فبدنا نعمل مودل إمبليس. قلنا المودل إمبليس، نزلت لعند الوولز مثلا، أخذنا نوع الوول، قلنا له أوكي. هلا بدي أرسم، حابب أنا أعمل مثلا ريفرنس بلان مثل واجهة أرسم فيها مقطع للجدار، فمثلا أنشأت هذا الخط اللي هيك، اللي هو صار هلا مثل يعني مثل مستوى مرجع أحسن أشتغل فيه. ممكن أسميه هون FR مثلا وأقول له تمام. هلا صار هذا موجود. هلا لما بيجي بدي انشئ ممكن اقول له انه سيت، واختار انه النيم، اختار المستوى اللي انا انشاته، بيقول لي من اي جهه بدي اشوفه، ممكن يعني اختار الجهه اللي نحن تناسبنا، وطبقنا عليه مثلا امر اكستروجن، رسمنا يعني المقطع اللي بدنا اياه مثلا هيك، بعدين عملنا هيك. نجي نعمل لهم فيلت مثلا، ممكن نعمل لهم فيلت، ممكن لهم فيلت كمان، لهم فيلت. فرضا يعني انا هيك حابب اعمل مقطع الجدار بحيث يكون ممتد طبعا يعني مستقيم امتداده، الا اذا بدنا ننفذ امر السويب بحيث نعمله يمشي على المسار اللي بدنا اياه يعني احنا، مقطع ومسار. فهذا صار عنا مثلا جدار. هذا فكرته انه مثلا بصير يعني لما عملنا الكومبوننت وصنفنا هالتصانيف هاي، فكرته انه هذا اللي صار جدار يعني هوست، بنحسن نحط بقلبه باب على سبيل المثال. يعني طبعا هون احنا مالنا مهتمين قديش المكاس عم يشتغل فيه ولا هيك، فملاحظ انه كيف هو بيحسن يستقبل بواب، يستقبل النوافذ كأنه جدار عادي. كمان قلنا انه اذا بدنا نكسيه لهذا الجدار نحسن نكسيه من جوا، نقول له ايديت ان بليس، يعني لما كنا عم نشتغل بقلب الفاميلي قبل ما نطلع منها نحسن نكسيه من هون. هلا في عنا ماتريال باي كاتيجوري، اذا حبينا نكسيه مباشرة نحسن نكسيه، واذا حبينا نكبس على الكبس اللي هاي الصغير اللي هون ومنضيف ماتريال، انا كبس على المربع الصغير هذا. اذا حبينا نكسيه قلنا نكسيه من هون عادة، بس اذا حبينا نكسيه من برا عادة ما نفوت لقلب الفاميلي ونعمل ايديت هيك، نكبس هاي الكبسة الصغيرة اللي هون على اليمين ونضيفه بهاي الكبسة له نيو باراميتر، ونضيف هون مثلا اي اسم للاوبشن اللي بدنا اياه ماتيريال، اذا بدنا اياه نعمله انستانس او تايب او تايب حسب احنا شو بدنا الخاصية هاي تكون بالنسبة للجسم. هلا لما بنتهي منه بلاحظ انه انا اذا من جوا ما عاد فيني اعدل على الاكساء تبعه، بس انا من برا بصير بحسن فوت على الايديت تايب على سبيل المثال، اذا حطيته تايب لاقي هون في عندي ماتيريال بصير بحسن اعدل عليه عاد. هاي بالنسبة كمان لانه كيف نحسن نكسة الاجسام المصنوعة مودل ان بليس. ذكرنا انه بالنسبة للفرق بين مودل، عدد فروق موجودة مثلا بالنسبة انه يكون الشيء اللي بدي اعمله مودل ان بليس او يكون مودل الفاميلي نظامية بعدين تنجاب لقلب المشروع. مثلا على سبيل المثال ذكرنا انه اذا انا عملت مثلا دور قلت له لود فاميلي، او هذا الدور موجود نفسه مثلا فتحت على الفاميلي تبعته، بلاحظ انه هذا الدور اذا عملته شيدد 3D انا ملاحظ انه الدور هو عامله مباشرة هيك ورابطه بالجدران من هون ومن هون. واذا حبينا نشوف الجدار نكبس VV الرمز او من فيو، نختار Visibility and Graphics ونقول له بالنسبة للموديل نقول له يظهر الجدار، فبصير الجدار ظاهر عنده. قلنا مثلا انه هذا الجدار بيكون له خصائص، الباب عفوا بيكون له خصائص، اذا حبيت تشوفه بال 3D ولا يبين بالمسقط ولا وين يبين. مثلا من هون الاعدادات Visibility Setting في عنا هذا، هاي النافذة حكينا عليها انه
اذا انا بدي اشوف ويبين عندي بالمسائط بالواجهات بالواجهات الاماميه الخلفيه وبال 3D، او اذا بدي اياه يعني يبين بالتفاصيل دقيقه حسب شو بدي. كمان حكينا انه هدول حسب التفاصيل اللي نحن بدنا اياها ببين هذا التفصيل او لا. مثل هذا مثلا الحاجه بدي اياه يبين باي وحده من هدول، فهو محطوطين على الثلاثه، يعني اي وحده من الحالات التفاصيل الثلاثه هدول ببين فيهم هذا الحاجب عادي. كمان بالمسقط شفنا اذا وقفنا بالمسقط انه في هاي مثلا محطوطه بحيث الى اعدادات انه وين تبين، بتبين بس بالمسقط ما بتبين هنيك بالمنظور. وهدول كمان نفس الشيء، لا هم مثلا ما مبين، هذا مبين بشكل منقط. كمان نحن محسن قلنا نتحكم بهالمواضيع كلياتها من اعدادات الفيزيبيليتي سيتنج مثلا كيف بدي يبين، ومن خصائص الاظهار تبعته. قلنا انه راح نفصل بهالمواضيع لسه ان شاء الله قدام. حكينا انه قديش في تفاصيل كلها لازم مشان نحسن ننشئ فاميلي، بتلزم كقياس، وفي عنا مثلا ممكن رموز لاقفال، مثل اذا كبسنا هذا الرمز مثلا بنلاقي هون في قفل، اذا كبسنا هون مثلا بنلاقي في هاي كمان هاي بتدل على قفل. فكمان حكينا انه هاي كلها تفاصيل رح نمر عليها ان شاء الله لما نتعمق اكثر بموضوع الفاميلي، وانها كلها مهمه مشان نحسن ننشئ فاميلي ويكون الى ابعاد. شفنا انه كيف هاي الاشاره اللي هون تعطيني هون كل شيء ابعاد موجوده، شغلات انا دخلتها معلومات هون كيف صارت تطلع وصار فيني اتحكم فيها من قلب المشروع، ما اضطر فوت على الفاميلي مشان غيرها. حكينا كيف اذا حبينا هون احنا مثلا نعمل برطاش للباب ونخصصه لهذا كفاميلي، انه يكون باب يعني نعمل له سيف از بحيث نحفظه كفاميلي اسمه WC مثلا، بحيث يكون له برطاش هذا الباب. فحكينا مثلا انه فيني اعمله من جهه المسقط وفيني اعمله من جهه الواجهه من هون حسب انا شو بحب. فمثلا الفيو هلا مشان تطلع الخطوط انحف من هيك، راح شغل هاي مشان تصير الخطوط رفيعه عاديه. راح اجي اعمل اكستروجن، انا راح اعملها من هاي الجهه يعني من هذا الوجه، راح اعمل اكستروجن هيك ما من المسقط. هلا بنشوف ليش، مشان احسن ارسم حنيات للبرطاش. راح اقول له اكستروجن، راح اختار ست لوبيك، اختار هذا الوجه. هلا راح اعمل فيور مشان اشوفه من قدام. جينا رسمنا من هون لهون، حددنا الارتفاع اللي بدنا اياه مثلا يكون هلا اذا المقياس بالمليمتر يعني 20 مثلا سنتيين. هو ينزل هلا من تحت لفوق لانه مثبت، يعني هو عم يمشي على النص، تحرك باتجاه المحور. انا كان يعني لما نغير البعد نمسك هذا وبعدين نغير البعد، ما البعد اللي يكون هو حاطين اياه. يعني هلا اذا عملته 30 مثلا 30 متر، بتلاحظ انه هذا اللي صار يتغير، بس ما هذا تحت ثاني قرب، بس انه كنت ماسك اثنين شوي فبحط لي البعد بيناتهم اول ما عملنا. هلا عملنا مثلا فيلت بين هاد وهاد، كمان فيلت بين هاد وهاد انه يكون البرطاش له فيلت. حبينا نحط نفس المقياس هون 10 وهون 10. طيب وبعدين هلا لما خلصنا قلنا له اكسترود، فصار عندي موجود هلا هذا هو. اذا حبينا نشوف الشيد الرؤيه بتكون افضل، نعمل هيك ما يوصل لهون، ونقول له انه مثلا هون المفروض نحن ناخذ الريفرنس لام نبقى نعرف عن المواضيع اكثر بعدين وقت نوصل ان شاء الله. وبنقفل هذا القفل مشان يصير مرتبط فيه على طول، كل ما تغير عرض الباب بصير هذا البرطاش بيتغير مباشرة معه. هيك مثلا احسن نضيف برطاش للباب. اذا هلا قلنا له لود، نقول مثلا اوفر رايد، نلاحظ انه هاي الابواب صار الى برطاش، ممكن يبين من الجهة اكثر، لأن الجدار صاير كثير كبير فالبرطاش ممتد مع الجدار على قده كلياته صاير برطاش. هيك احنا حطيناه هنا كمان لانه عملنا على عرض الجدار يكون في برطاش. هاي بالنسبة كمان اذا حبينا، اذا رحنا شفناهم بالمسائط نلاقي انه هذا هو البرطاش صار مبين عنده، وكان الجدار من نوع غير هيك مثلا جدار عادي
استخدمنا هذا الباب، ونلاحظ انه صار يطلع عندي 14 غير لما كان قبل كان ما يطلع هذول الخطين، بيطلع ما في خطين هذول. اذا قربنا شفناه هون نلاحظ انه من ثاني جهه موجود عندي 14 تمام. وذكرنا عدة أمثلة عن يعني صناعات مختلفة للفاميلي كلها تعتمد على أوامر المودل إن بليس نفسها. عملنا مثلا فورنيتشر، عملنا كل حال الكرسي، عملنا بروفايل لمقطع لأمر سويب مثلا، إذا بدي أجيب بروفايل هيك أنا أكون مصممه كله. كمان فتحناه من نيو فاميلي وأخذنا مثلا أي شيء بدنا نعمله، بدنا نعمل فورنيتشر، إذا عملنا بروفايل عادي يعني شو نستخدمه بأمر سويب كمان طبقناه عادي. وكله إن شاء الله هذا قلنا بنحصل فيه أكثر بالدروس القادمة إن شاء الله. كمان شفنا إذا عندك كورتين وول كمان طبقنا الكورتين وول مثال كورتين وول صغير كمان مصري كمان صوت زين كمان. طبعا مثال على الكورتين وول انه اذا حبيت غير البروفيل المعدني هذا كمان قلنا كان احد امثلة عن الفاميلي كمان قلنا بنقول نيو فاميلي اخترنا بروفيل فايل كورتين وول بروفايل موليون، ما هذا اسمه الموليون فبروفايل الموليون يعني فاميلي خاصة بهذا الموليون. كمان فتح لي الفاميلي تبعته، كمان استخدمنا شكل مثلا نحن اللي حابينه، ممكن يكون قلنا انه هذا هو السطح المقطوع، يكون البروز لهون يعني هون اتجاه الخارجي للفاميلي تبعته او للبروفايل المعدني. جيت بعدين مثلا صممته بهالشكل، طبعا بالمقياس كنا عم نستخدم مقياس نحن عارفين شو المقياس عم نشتغل فيه، ممكن نعملها هيك مثلا نعمل تريند هاي مع هاي، نحذف هذا الخط موجود هون، يعني نعمل الشكل اللي بيناسبنا للبروفيل. بعدين قلنا له لود لهون، بعدين اجينا على واحد من هدول كبسنا تاب مشان نحسن نمسكه، شلنا البين اللي علاي مشان نصير نحسن نغير بالفاميلي تبعته، فتحنا على الإديت تاب بنلاقي هون في بروفايل وأخذنا الفاميلي اللي نحن أنشأناها، قلنا له أوكي، فملاحظ إنه صار عنا البروفيل بهالشكل. إذا حبينا نحن نختار شيء معين يعني ما كلياتهم يتغيروا، فيني أختار عدد يعني البروفيلات اللي بدي إياه وأعمل له هو التغيير، غيره بس إله. وقت اللي بدي اغير البروفيل من هون بقول له دوبليكيت مثل ما حكينا انه نشيل البين طبعا هاي مشان يصير احسن اغيره، بقول دوبليكيت اول وبغير الاسم بحيث انا اصير اعرف شو موجود، بعدين مثلا بحسين بصير اعمله مثل ما بدي تمام.